يا صباح الخير، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميع بهالبردات الظراف. انا بصراحه يعني عم ينطلب مني كثير اكلات، اكثريتها الحلو لانه اجت الشتويه وقاعده بالبيت وما بنشتهي غير الحلو. يا رب ما تطول هالشتويه كرمال ما ننصح. اليوم عم بتلكم اكله طيبه لذيذه وما بدها لا بيض ما بدها فرن، يعني فينا نساويها على السريع بهالبردات دغري بتجبد. هي كيكه البلاك كوفي، رح ورجيكم العيارات تبعونها، موجوده باي بيت وكثير سهله تحضيرها. هون هحتاج تقريبا شيء 3 علب من البسكوت او علبتين، هلا بنشوف حسب البايركس قديش حياخذ معنا. هنحتاج كميه من البلاك كوفي، هون هحتاج تقريبا 125 جرام من الزبده، يعني تقريبا بدكم تقولوا نص القالب مع كمان جقفه لانه هو بيجي 200 جرام. هون احتاج كوب من السكر، كوب من الطحين، وهون بحتاج فانيليا، وهون تقريبا لتر حليب. هلا الطبقه هاي تبع البلاك كوفي رح تحتاج كمان قطعه من الشوكولا، هون حاحتاج كمان شي 50 جرام من الزبده، كوبين من الحليب، هحتاج 3 معالق من الكاكاو او حسب. انا دائما بقول الكاكاو حسب الغماقه اخذتها او لا، لانه دائما بيجي احيانا له درجات. هون حاحتاج 4 معالق من السكر، كمان فانيليا مع 4 معالق من الطحين. وهون هاحتاج هي انا بصراحه حابه زين فيها هو قطع الشوكولا، ممكن تزينيها بقطع البسكوت، اي شيء انت بتحبيه. هلا شوفوا قديش سهله وبسيطه. حنحط هون اول شيء مثل ما قلت 125 جرام زبده. دائما عندنا القالب الزبده بيجي 200، معناتها انا بقصه بالنص اخذت ال 100، بعدين برجع كمان نظرا يعني باخذ منه 25، يعني ربع النص. حندوبهم على الغاز، وانا حاولت اقطعهم كمان قطع اصغر مشان دغري يذوبوا معي، لانه هلا بقطعت الكهرباء وهيك ما في كثير مثلا عم نقدر نتشجع ونقوم نعمل جاتويات لانه بدها فرن. بقى بدنا ناكل حلو، دائما عم نعتمد على الاكلات اللي ما بدها فرن ما بدها بيض. هلا ذابت عندي هون الزبده، رح نضيف عليها كوب من الطحين ونقلب ونحرك. حورجيكم اياها. هاي ما بقى احتاجها، هي هلا بتفيدني اكثر. شوفوا كيف صار عندي بهذا الشكل، رح حمصها شوي على السريع، يا دوب تحميصها خفيفه. يعني حتى عيروا لي الوقت، ما كثير بدها كثير وقت. هلا هون حنجيب وننزل الحليب ونحرك. بتمنى يكون شوي الغاز قوي عشان ما يجبل عندي. دائما انا طريقه اساسا الرو اللي هي الزبده والطحين، بغض النظر ان كان للحلويات ان كانت للمالح، دائما وقت بدي انزل الحليب لاحظتوا كيف ايدي لازم تكون كثير سريعه. حليب ما بيأثر اذا كان حليب سخن او بارد، بس بما انه الدنيا شتا معلش يكون فاتر شوي عشان ما يجبل معي. بلش يجبل برجع بزيد حليب. تقريبا انا هون ضفت لتر حليب، لتر حليب يعني 4 كاسات حليب. حنحرك. هلا حنضيف عليه 2 معلقة أو 3 من البلاك كوفي. طبعا هي بتجي سريعه الذوبان، يعني انت حسب بتحبي كثير تكون ظاهره طعمته ضيفي. هلا انا بصراحه رح احط 3، انا بحب طعمته لانه اساسا هي الكيكه اساسا البلاك كوفي، فانا حابه نضيفها. اوه على سيره البلاك كوفي، انا قبل كنت اشرب القهوه يعني العاديه، هلا بصراحه عم لاقيها هي اسهل واظرف ودغري سريعه، لانه انا وياكم بدنا نروح نساوي البسكوتات. شوفوا كيف صار معي اللون. هلا انا شوي حرك بس ما فيني اتركه بصراحه لنساوي البسكوتات. هحتاج بايركس مثل هاد، رح احتاج كمان معلقه او كمان نكشه شوي من البلاك كوفي، حضيف عليهم شويه حليب وحرك. كمان حضيف شوية حليب، وكمان ما بدي انسى اللي على الغاز. حنحرك. يا الله على هالريحة ما اجملها. هلا بصراحة رح طفي الغاز بس حورجيكم قبل ما طفي الغاز كيف صار شكله معي. ليكو كيف صار، انتبهتوا؟ يلا هلا انا وياكم نروح على البسكوتات، شو رأيكم؟ كثير عمليتها سهلة. هلا حنجيب البسكوتة هاي بإيدي، ما حاستعملها اسهل، بحط هيك
بس حلبتها لبتة يا دوب يا دوب، هاو شايفين خفيفة بهيدا الشكل. أنا رح حاول قدامكم أعمل طبقة مشان ضيقة الوقت، بس تعرفوا أنا شو عملت. ومثل ما قلت البسكوت حسب البايركس أنت عندك بياكل أو ما بياكل. يعني تقريبا أنا بدي أعملكم ياهم طبقتين من البلاك كافي، وفوق منهم رح نرجع نعمل صوص الشوكولا. أنا منهم، أنا بحب أكتر شيء المرار يلي فيها. هلأ هيك رح ورجيكم أنا وياكم كيف حنعمل أول طبقة. رح نحتاج معلقة، وهي ممكن تفيدني الحقيقة. شوفوا هلا أنا أهم شيء وقت بدي مدها تكون سخنة، اوعى اتركها تبرد. متى ما تركتها بردت بدها تعذبني كثير. لاحظتوا أنا ما كثير عم كتر كمية، أنا عم حط كمية كثير خفيفة رقيقة، لأنه أنا بدي أعمل كذا طبقة. لأنه إذا تركتوها بردت سلامت معرفتكم، يعني بصراحة بدها تجبل وما بقى تشتغل معي. ما هي هي أساسا كيكة باردة، يعني دغري حتبرد معانا. لاحظتوا كيف خلصت معي أول طبقة؟ حطها هي كمان على جنب، هأرجع أعمل طبقة تانية كمان نفس الطريقة. هاي لنقيمة هون مشان تبين معاكم. لحطها هي هيك كمان طبقة تانية، يعني حتى إذا ما لفيتوها ما مشكلة، بس أظرف عشان ما تكسر معانا هيك تبين هالشيء أكثر. وما تطولوا على البسكوتة كثير، لأنه إذا تركتوها ثانية ها بتفرط. مثلا أنا حسيت حالي بردت عندي الطنجرة مثل ما أنا هلا فعليا شاعرة إنه بردت الطنجرة، شو بعمل؟ بدي شاعل تحت منها ثواني وارجع حرك، حسيتك شوي سميكة ممكن خففها بالحليب، وبرجع بدي مد طبقة تانية. بس أنا المهم ورجيتكم كيف الطريقة، كيف هيك صارت معي، عشان إذا رجعتوا لعندي بعد شوي تكونوا عرفتوا وما راحت عليكم ولا مرحلة من هدول المراحل. طلع لنا بسكوتين، شايفين؟ هيك صارت عندي الطبقة التانية. أنا هلأ بعد شوي كمان حأرجع، لأنه أنا حسيتها بصراحة نشفت أو لا لساتها، لحقيم حط طبقة كمان معليه. لاحظتوا يعني يطلعوا لي تقريبا شي ثلاث طبقات. يعني انا مبسوطه كثير اني عملت قدامكم طبقتين، هيك ما راح عليكم ولا مرحله. وبنرجع لعندكم بعد شوي لحتى اورجيكم كيف راح يصير معي الطبقه الثالثه الثانيه اللي هي طبقه الشوكولا. يا صباح الخير عن جديد، يا رب الهيك لستات البيوت اللي فاقوا هلا وحطوا فنجان القهوه يكون خير عليكم جميعا. اليوم لقيت لكم اكله حلو، يعني بهالبردات ما في غير عم نتذكر الحلو، عبالنا حلو دائما لانه الليل عنا كثير طويل. اليوم عملت لكم اكله طيبه جدا لعشاء البلاك كافي اللي بيحبوها كثير، اللي ما بيقدروا اساسا يصحصح راسهم بدونها اكيد رح يحبوا هذا النوع من الحلو. يعني ممكن صغار ما كثير يرغبوه. رح ورجيكم اول شيء انا بغيابكم شو عملت، فعلا أكلة جدا جدا بسيطة. يعني حتى هلا أنا قبل ما هي كنا عم نتناقش وقالوا لي إنه كتير ظريفة وكتير سهلة وممكن نحن كلياتنا نجربها. هون أنا حطيت عندي هون من طبقات البسكوت، جبت بسكوت سادة لكيته بشوية حليب مع البلاك كافي وصرت صفهم من تحت. هلا هذا الخليط أنا شو عملته؟ كتير سهل على الغاز، دوبت 125 جرام زبدة مع كوب من الحليب، حطيت لهم لتر من الحليب، عفوا كوب من الطحين مع لتر من الحليب، وضفت فوق منهم كوب من السكر مع رشة فانيليا، وبعدين آخر شيء حطيت يا معلقتين يا ثلاثة حسب أنتي البلاك كافي حابة تكون كتير واضحة بتحطي ثلاثة، حبيتي إنه وسط ممكن تحطي معلقتين، أنا بصراحة بحبها كتير حطيت ثلاثة معالق. وهيك صار عندي الخليط جاهز. صرت حط طبقة بسكوت لتيتها بالبلاك كافي مع الحليب، رجعت حطيت طبقة، رجعت طبقة بسكوت، يعني تقريبا طلعوا عندي ثلاث طبقات. هلا أنا مشان ما خليها هيك بس إنه بلاك كافي، رح أعملكم فوق منها كمان صوص الشوكولا أنا وياكم يلي لسه على أسهل من اللي قبله. رح نضيفهم كوبين حليب، شوفوا قديش سهلة. وهون حنضيف كاكاو، وانا مثل ما قلت حسب انا الغماء اللي انا بدي اياها دائما انا بحط زياده. دائما كلياتنا بنقول الكاكاو ممكن يختلف عندي من مكان، يعني مطرح ما بشتري غير اللي بالعلبه غير من عند هذا الزلمه. هون ححط فانيليا ظرف، وهون عندي اربع معالق طحين، شفتوا شو سهل، مع اربع معالق سكر.
هلا بتحبي تخففي شوي السكر كمان بهذيك الوصفه فيكي، يعني في ناس ما كثير بتحب السكر فيها زياده، انا حطيت كاسه، فيكي انت ما تحطي كاسه. هلا انا شو عم بعمل؟ عم حرك على البارد. هيك شفتوا؟ وهيك صار عندي جاهز، وعن جد صدقا ما اخذت معي هيك كلياتها يا دوب 5 دقائق. هلا حنحطها انا وياكم على الغاز، وهيك صار عندي الطبقه الثانيه جاهزه. شفتوا قديش سهله؟ هلا حنحط على الغاز ونحرك. هيدا الصوص الشوكولا كثير طيب، يعني هيك شيء قريب للكاستر بالشوكولا، والله يعني وبيعطي مع النسكافيه مع طبقات البسكوت شيء هيك لذيذ. هلا انا بحب دائما الكيكات البارده دائما تكون طبقات. اكثر كيكه بصراحه انبسطت اني انا عملتها هي فعلا كيكه الباندا. بتمنى كل ستات البيوت يجربوها، ولا اسهل ولا اطيب، تقريبا 4 طبقات كثير كانوا لذيذين جدا. فيكم ترجعوا كمان على صفحات سما وبتلاقوهم. هلا هون ممكن اخر شيء بدي اضيف زبده، خليها كمان هي قوينا الغاز على الاخير، بما انه حاطين هون طحين بقى هلا حيصير عندي قوامه كثير سميك. بتحبوا تفصلوه كمان ببسكوت كمان بيمشي الحال. بتعرفوا انه بيتحمر، شو رايكم نحط طبقة بسكوت انا وياكم بدون ملتة؟ حنحط هيك لبين ما يسخن عنا. دائما بحب هيك ست البيت، يعني حتى لو اخذت مثلا ريسيبي من اي مكان، انستغرام من عند الشيف توهام الظريفة اللطيفة، يعني من اي مكان اخذتوه بتمنى تتفننوا وانتم كمان تزيدوا. بتحبوا حطوا تلتوها، بتحبوا لا مثل ما انتم بتحبوا، انا بصراحه حابه احطها هيك، يعني احسن ما اني انا كبهم. هلا اذا في ولد هيك بين رجلي عم يبلعيط بعطيه اياهم ياكلهم، ما في اولاد لا تاكليهم حطيهم مشان ما تقلي لي عم تسمنا الشيف توهامه. خلص هلا هيك بلشت تغلي عندي وبلش عندي يتشكل الصوص اللي انا بدي اياه. امشي على العيار بتطلع معك بنفس اللذه. بلش يغلي عندي، بلش قوامه يسمك. 4 معالق طحين، كاستين حليب، فانيليا، معلقتين كاكاو، 4 معالق سكر، وصار معي صوص الشوكولا جاهز. حنسكبه انا وياكم سوا، يلا قولوا ما عم شجعكم. يلا شوفوا ما احلاه طلع. الله ما ضل غير اساسا ارجع لعندكم بعد شوي بيكون بردناه شوي. دقيقة حنحط طالع مثل تقريبا قوام الكاسترد اذا انتبهتوا. شي يوم بدي اعملكم كيكة كريم الكراميل، جربتها بالبيت وصفة لذيذة وبتجنن، انطروني عليها لانه نحن اكتريتنا بنشكي من الكريم كراميل انه دغري بيفرط. جايبت لكم طريقة، هذا السر. خليكم لتتابعوني المرة الجاية وارجيكم كيف بدنا نعملها بطريقة كثير لذيذة، يعني كيف الكريم كراميل بس على كيكة، بقى تخيلوا. هلا ممكن في ستات بيوتي يفكروا مثل قدرة قادر، لا هي ما فيها كيك ابدا. وهيك صار عندي شوفوا الكيكة جاهزة، كيكة البلاك كافي صارت عندي جاهزة بطبقاتها الجميلة. تقريبا هون طلعوا عندي شيء 4 طبقات، وتخيلوا قديش بوقت كتير قصير، تقريبا بربع ساعة وما صفي غير. بشوفكم بالنهاية لورجيكم كيف حنزينها أنا وياكم، بتكون كمان بردت. يا صباح الخير عن جديد. وهيك صارت كيكة الكافي بلاك، صارت عندي جاهزة بطبقات لذيذة. تقريبا أخذت معي طبقات البلاك كافي، تقريبا حطينا شي 3 طبقات، وفوق منها عملنا الطبقة الأخيرة. رح أذكركم الطبقة الأخيرة أنا شو حطيت عليها. حطيت 2 كوب حليب مع كوب مع 4 معالق من السكر، 4 معالق مطحين مع الفانيليا، وحطيت كاكاو حسب الغماق اللي انا بدي اياها. تقريبا هدول اخذوا معي 2 كاكاو، ممكن اي نوع ثاني ياخذ معي اكثر. واخر شيء بعد ما دابوا عندي على، طبعا انا حركتهم على البارد، بعد ما حركتهم
على البارد، ضفت عليهم تقريبا 50 جرام زبده وصارت معي بهذا الشكل برتها. وهلا ما صفي غير وقت نزينها انا وياكم سوا. هلا انا بصراحه اي شيء بتحبي انت تزينيه ممكن بالسكر البودره، بس انا اليوم حابه بصراحه بحبات الشوكولا. انا هذا لوح انا جبته على فكره من اي محل من اي سوبر ماركت فيك تجيبي، وكسرته انا بايدي، يعني ما انه شيء انه محترف او هيك، لا فيكي انت تزيني باي شكل انت بتحبي. انا بصراحه حابه هذا الشكل هيك بهيدا الطريقه، يعني تطلع له هيك الواحد مع هالطبقات هيك قطعه شوكولا كمان مع الفنجان القهوه اليوم. الله، يعني انا صح بتغنى بالاكلات بس كثير منبسط لانه عن جد بيطلعوا كثير طيبين، عشان هيك بشجعكم تقوموا دغري وتعملوا منهم هيك. خلص حاجه، هلا حنقيمه وممكن كمان برشه من البلاك كوفي بهيدي الطريقه كمان تعطي لذاذة. ممكن كمان تحطي سكر بودره، في ناس بتحب تحط قلوب وتشيلها بالورقه، ممكن تزينوها ممكن بالمعلقه وبالشوكه، اي شيء بتحبوه. وانا طبعا بردتها قبل بوقت، بقى ما عاد بدها تبريد اساسا، الجو بارد يعني ما كثير بقى بدها شغل. ويا رب بكره اشوفكم كمان على اكله كثير طيبه.